أنا فقدت الحركة نهائيا، كان عندي 14 سنة. طبعا الكلمة المعتادة في الأرياف، هتاخدي الشهادة تعملي بيها ايه؟ ده في ناس سلم وقاعدة على القهاوي وباخدوها وقاعدة في البيت. لا، هو أكيد طبعا عايزة أحس إن أنا منتجة، وبدأت أخد خطوة إن أنا أدي دروس فلسفة وعلم نفس. الطلبة بتوع أدبي بيشوفوا إن المواد الفلسفية ملهاش قيمة، يعني ممكن يدخل ياخدها في آخر شهر يلم المنهج وخلاص، في حين إن الفلسفة هي اللي خرج منها علم النفس وخرج منها علوم كتير جدا. أنا اسمي بسمة أشرف، من محافظة البحيرة، عندي 28 سنة، معايا ليسانس آداب قسم فلسفة، وتمهيدي ماجستير في الفلسفة. أنا عندي ضمور عضلي شوكي، كنت متشخصة غلط من وأنا صغيرة خالص. أنا اكتشفوا مشكلتي وأنا يعني أول ما بدأت إن أنا يعني أتحرك شوية، إن أنا التقدم بتاعي في مرحلة الطفولة كان متأخر، في حاجات مش زي أي طفل المشي فيها زي مشية البطة كده، فكان الموضوع في حاجة غريبة. بابايا وداني مستشفيات كتير، بعد فترة طويلة قالوا إن أنا عندي ضمور عضلات دوشان، وأنا عندي 10 سنين قعدت على كرسي متحرك، لأن كانت الحالة بدأت تسوء أكتر وأكتر. أخدت لحد ابتدائي، وكان بالنسبة لي الكورتيزون والحاجات الكتير دي كلها بدأت بقى تنفخ جسمي جدا، وما أقدرش بقى، الحركة بقت كتير صعبة، بدأت أفقد الحركة خالص من إيدي كمان. الموضوع بدأ يزيد أكتر، ما كنتش بعرف أتنفس، دخلت في مرحلة إن أنا إن أنا أتنفس الموضوع بقى بالنسبة لي شوية صعب. كان عندي قناعة دايما ان ربنا زي ما ادانا الداء اكيد ادانا الدواء، واحنا جايين الدنيا دايما ان احنا نسعى علشان نوصل لكل حاجة. في مرة امتحنت الثانوية، كنت اول مرة كنت بتنقل بعربية اسعاف، الحركة بالنسبة لي ان انا امسك قلم او اكتب او كده صعبة. كان بيدخل معايا مرافق للكتابة وكده، ولازلت حتى الآن يعني. خدت تالتة ثانوي دي مرتين لأن كنت حالتي مش كويسة خالص. الموضوع بالنسبة لي إن أنا بدأت أشوف الناس بتبقى زعلانة إن هي وقعت، بس صدقوني اللي بيقع وبيفشل بيبقى دي دافع ليه إن هو يكون أفضل مما هو كان عليه. أنا الفترة دي كلها كنت في المستشفى، كنت محجوزة في مستشفى بتعالج وبدرس في نفس الوقت، ما اعتقدش ان حد هيبقى عنده طاقة لكل ده، بس صدقوني ان انت لما بتكون قريب من ربنا وبيكون عندك حسن ظن فيه، ربنا بيكون معاك دايما. كان في دكتور بيقول لي انت هتموتي عند سن 21 سنة، على اني ابحث يعني على دوشين ان هم بيموتوا عند سن 21 سنة. مفيش حد يقدر يديك الميعاد اللي هتموت فيه، لان الاعمار طبعا بايد ربنا. بدأت اشوف الموضوع، هو انا هفضل واقفة كده؟ بدأت ان انا اقرأ عن ناس كان عندها صعوبات في حياتها ومع ذلك كملت تعليمها، وكان ده دافع ان انا ما اخليش الدنيا تقف لحد هنا. وصدقوني الموضوع ما كانش سهل خالص، ومش معنى ان الموضوع مش سهل فاحنا هنقعد ونحط ايدينا على خدنا. حته بقى التعليم دي، عشان انا يعني الناس بتقول لي ان هتفضلي طول حياتك تمتحني، هتفضلي طول حياتك تتعلمي. لا، هو اكيد طبعا عايزه احس ان انا منتجه، وبدات اخد خطوه ان انا ادي دروس فلسفه وعلم نفس، ودي الخطوه اللي انا بدات
يحصل عندي صدمة من رؤية الناس لفلسفة وعلم النفس. أنا واخدة تربوي، دبلومة تربوي، فالموضوع بالنسبة لي الناس بقت بتشوفها ان انا هاخدها اخر شهر شهرين في الترم وخلاص، اللي هو انا همتحن فيه وادخل امتحن فيه واقفل درجتي او انجح وكده وخلاص، مع العلم ان دروسهم فيها حاجات مفيدة جدا لشخصيتهم. ان شاء الله عايزة اعمل فيديوهات على الفيسبوك او على اليوتيوب، ان انا عايزه اوصل قد ايه الفلسفه وعلم النفس تقدر تغير من شخصيه الطالب كتير جدا، تقدر تخليه قادر انه ياخد قرار، قادر انه يفكر بطريقه ايجابيه وطريقه كويسه. انا هدفي الاول اني اتعالج واكون بصحه كويسه، وكمان عشان انا ليا علاج، وتاني هدف اني اكمل مسيرتي التعليمية واوصل للدكتوراه، وكمان اني اقدر اوصل للطلبة وكل الناس اللي حواليا قد ايه العلم ده حاجة كويسة جدا وجميلة جدا.